كنت عايش في نعمة وخير بسبب أمي ودعوات أمي. كنت عايش في خيرها. ربنا يكرمك ويسعدك. بس لو شفتك تاني هزعلك. أنا مفيش حد في الدنيا يقدر يزعلني. هي الناس دي ايه؟ معرفوش ربنا؟ يا لهوي يا لهوي الحقونا يا خل. مش عايزه ابني يتكسر قدام نكره زي ده. حلاوتك عمل فيك ايه الواد ده؟ طلعت كيف ما بيحكوا عنك في التلفزيون؟ شوفك بيعلى على كبيره البيت. انت ما عندكش شاش ويرجع يرازي في خلق الله تاني. هتتنازل وهتشوف. يلا انت ليه كل اعدائك عاوزين ينتقموا منك؟ الواد اللي ابنك قتل امه هرب من المستشفى وتعدى الحساب. هرب ازاي؟